أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، أكلت طعاما فيه لحم الإبل بين المغرب والعشاء، وصليت العشاء ولم أتوضأ بعد أكل اللحم، فما الحكم؟ إذا كان اللحم لحم الإبل إنه ينقض الوضوء، أكله ينقض الوضوء كما في الحديث الصحيح يوجب الوضوء. فإذا كنت صليت ولم تتوضأ فإنك تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. نعم.